معنا عبر الهاتف من اسطنبول عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عقاب يحيى. مرحبا بك معنا سيد عقاب. بداية دعني أسألك عن موقفكم في الائتلاف السوري من الهدن التي تكون روسيا طرفا فيها وآخرها مناطق في ريف حمص. نعم، تحياتي لك أيضا مشاهدين. أهلا بك. لا شك أننا يعني لدينا يعني مواقف إيجابية من حيث المبدأ في إيقاف العنف والقتال ووقف إطلاق النار في عموم سوريا، والتخفيف من معاناة المواطنين بأن تتوفر لهم يعني حدود من الأمن، ونفك الحصار عن هذه المناطق، وقد عانت هذه المناطق كثيرا وطويلا من الجوع ومن فقدان عديد المواد ناهيكم عن القتل. هذا من حيث المبدأ، لكن عندما ندخل في التفاصيل فبالتأكيد هناك أسئلة مهمة طرحناها حول اتفاق الجنوب، ونطرحها الآن حول أيضا الغوطة وحول حمص. منها كنا نعتقد أن هناك يعني مسارا واحدا هو أستانة جزءا من مسار جنيف، بعد يعني أن رفض الفصائل أن يتحول إلى مسار مستقل. الآن أصبحت لدينا عدة مسارات، كل مسار يعني يختلف الجهة الضامنة عن الآخر. تعرفون اتفاق الجنوب دخل في الولايات المتحدة وأيضا روسيا والأردن. في اتفاق الغوطة دخلت مصر على الخط، ومصر لها مواقف معينة مؤيدة للنظام في النتيجة. الآن في حمص أيضا تدخل روسيا ومعها أيضا مصر. طالبت بعض الفصائل بمشاركة يعني الأتراك كطرف ضامن، رفض هذا الطلب نهائيا. وفي حمص أيضا هناك أشكالية مهمة جدا تتعلق بوجود الميليشيات الطائفية تحيط كالسوار بهذه المناطق. كان أحد بنود الاتفاق أو الشروط أن تخرج هذه الميليشيات من المنطقة، وقد شطب هذا يعني البند، والناس تعرفون في ضائقة كبيرة، ليس أمامها سوى الجدال، ليس هناك حل سياسي. نحن نأمل فعليا أن تكون هذه المناطق يعني يتوقف فيها كل عمل من أعمال التصعيد والعنف، وأن يوقف النظام والميليشيات الطائفية أي عدوان على هذه المناطق. يعني سيد عقاب، يعني حتى في المناطق التي فيها خفض للتوتر أو التصعيد، هناك خروقات بين الحين والآخر من قبل النظام أو حتى من قبل روسيا الضامن، الطرف الضامن. سؤالي لك، لماذا لا توجد جهة محايدة مثل الأمم المتحدة أو مراقبين؟ لماذا لا يصبح الموضوع موضوع المناطق التي فيها هدن أكثر يعني ضمانا من قبل المجتمع الدولي وأكثر تطبيقا على الأرض مما يحصل الآن، تفاديا لأي خروقات؟ كما تحدث أن الناس اليوم بأمس الحاجة لوقف إطلاق النار والعودة الحياة ولو جزئيا إلى طبيعتها. للأسف الشديد يعني، وهذا واضح، ليس هناك قرارا دوليا بفرض حل سياسي في سوريا، وإلا لما وصلنا إلى هذه الحالة. جزء كبير من المسؤولية يقع صراحة على الإدارة الأمريكية التي ترفع الآن شعارا رئيسا هو محاربة الإرهاب وبحدود ما تحكيم الدور الإيراني، بينما لم تضع أي سوق الولايات المتحدة وهي لاعب رئيس وقوة كبرى في العالم في مجال حل السياسي، وكأنها فوضت روسيا. ومن هنا لا الاتحاد الأوروبي قادر أن يفعل شيئا ولا الأمم المتحدة، وتعرفون أن جولات جنيف هي فارغة المضمون وكلها تدور يعني في نقاشات بيننا وبين مندوب الأمم المتحدة وليس مع النظام. الآن يتحدثون أن هذه المناطق قد تكون تمهيدا لحل سياسي، ويتكلمون عن الشهر العاشر والحادي عشر وغيره. نحن ليست لدينا معطيات حقيقية سوى ما نسمعه من تسريبات وتصريحات وتحليلات أيضا بأنه الولايات المتحدة تمنح روسيا دورا رئيسا، والحقيقة الآن أن روسيا هي التي تقوم بهذه الاتفاقات، هي التي ترعى الجانب الأمني. وكنا سابقا نحن يعني نصنف روسيا على أنها يعني قوة احتلالية. نعم، شكرا جزيلا. نعم باختصار تفضل. نعم، النظام يحاول استغلال هذا الوضع لاسترجاع بعض المناطق كما يحدث في جوبر. أما روسيا فادعاء أنه هناك وجود خلايا أو تنظيمات إرهابية
أصبحت هي يافطة عامة لضرب كثير من البنى التحتية وأيضا استهداف المدنيين الذين هم أهم الضحايا وأكبرهم في هذه الحرب المفتوحة. شكرا جزيلا عقاب يحيى، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من إسطنبول.